نشاط للستات والبنات، وكان هدفه التعليم، بس عشان نعمل تعليم بس كان صعب عشان الستات والبنات بيشتغلوا مع الاهالي وبيساعدوهم. فطبعا فكروا يعملوا مشروعات مولده للدخل، وعن طريقها نعرف ندخل بنشاط نحو الامومه. لقينا ان اللي محتاج مساعده جدا في الحي الستات، لان هم لو ما عندهمش راجل ينزل القاهره يلم الزباله ويرجع ويصرف على الست، ما بيبقاش عندها فرصة تنزل تشتغل هي في القاهرة، لأنه مجتمع مغلق على ذاته. ففكرنا ازاي نساعدها وهي قاعدة في الحي في بيتها، جنب بيتها، جنب ولادها، بحيث تقدر تعمل قرش وتصرف على عيالها. فقلنا نعمل مشروع السجاد الأول، فجبنا أنوال وعلمنا الستات يعملوا عليها سجاد كلمة. وبعدين من شغل الكلمة بعد ما يتدربوا عندنا 3 شهور بياخدوا نول في البيت، يبتدوا يشتغلوا عليه ويجيبوا الانتاج هنا، واحنا نديهم ثمن الانتاج اللي عملوه طول الشهر. نفس الحاجة بالنسبة للمشروع الرقع، نجيب القصائص ونحطها جنب بعض ونعمل بيها حاجات جميلة الناس تقدر تستعملها وتستمتع بيها، واحنا اللي بنديها القصائص والباترونات والأفكار كلها، وهي تنتج وتجيب الانتاج بتاعها، والجمعية مسؤولة عن اليوم. المشروع بتاع تعليم الحرفة ده مدروس، انه الست تبتدي تنمو عندها حب القراية والكتابة بعد ما تتعلم الحرفة، مش قبل ما تتعلم. لازم تقرا السنتيمتر، لازم تعرف يعني ايه مربع مستطيل، لازم تكتب اسمها على الحاجة اللي عملتها، فيبتدي ينمو عندها حب القراية والكتابة. فبنقول لها طب تعالي عندنا دروس نحو أمومية في نفس الجمعية جنب بيتك. طبعا الجمعيه عملت انشطه كتير، مش بس النشاط السجاد والمشغل اللي هو مجرد قماش واعاده تدبير الورق اللي احنا واقفين فيه اللي بنعمل منه كل المنتجات الجميله دي. بنشتغل كمان في المشروعات الخدميه، عندنا نادي كبير للاطفال تقريبا 250 طفل مقام لسن المدرسه، دول بنعملهم لكل المدارس. طبعا فصول مرة بالمرة مفتوحة طول اليوم، سواء من الجمعية بناتنا هنا وستاتنا أو أي حد بيبقى جاي مقبل علينا من بره. طبعا في مشروعات صحية كتير، نجيب الدكتور هنا موفرة عشان يعمل تحاليل. زي ما قلنا أوضة كشف صغيرة، وطبيب متخصص أو أمراض كبد بيجي 2-3 مرات في الأسبوع، هو اللي بيعمل ندوات التوعية، هو اللي بيحدد اللي عنده شكوى بيقعد معاه بيقول له أيوه أنت تعالى اكشف. المريض ما بيبقاش يعرف يقرا ويكتب، الزائرة بتروح معاه زائرة صحية، عندنا 12 زائرة صحية مدربين واخدين دبلومة من كلية التمريض في جامعة القاهرة، بياخدوا المرضى لغاية المعهد، معهد الكبد، ياخدوا النشاط أو العلاج أو كان في الأول انترفيو. ابتدينا بإصابة بنسبة 17% من الشباب، النهاردة 0.5%. الموضوع ده بقاله من سنة 2006، يعني دلوقتي أقدر أقول إن إحنا على بر الأمان. في الاول خالص انا والدتي هي كانت يعني من الاساسيين في الجمعيه، الستات الكبار كانوا بيشتغلوا في المبنى الثاني مش ده اللي هو فيه الاداره، فهي انا حبيت الشغل من شغلها هي. امي كانت زمان بتشتغل على بالليل على اللمبه عاديه خالص، وكان المفاريج دي بيعملوها على ايديهم لان ما كانش فيه كهرباء ولا الكلام ده، كانت تعمل الشغل ده على ايديها. انا حبيت الشغل، اتعلمت، جيت هنا اخدت فتره تدريب، ما اخدتش الا اسبوع واحد، يعني كل يوم بتاخد 3 شهور، انا خدت اسبوع واحد بس، خلصته بدات بعمل شغل في البيت، اتجوزت، خلفت البنات كبروا، فاحتاجوا هنا موظفين، فجيت قدمت لمدام شاديه، فقالت لا طبعا ناخد الناس اللي احنا نعرفها، قالوا لي كده اللي يدوب في الشغل،
اشتغلته لما البنات كبروا بدأوا يشتغلوا معي.